ابتسامتك الاسلامي، ولا تستحي منه، ولا تستحي من هويتك، ولا تستحي من عطائك. انت داخل اصلا في البدايه عشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى، انت داخل في البدايه علشان خاطر تاخد خيري، ايه المشكله؟ فما تتنزلش عن هويتك، ما تجيش بقى الجروب، ما تزعلوش من الكلام يا شباب اللي انا اقوله، معلش، عشان اللي انا بشوفه والمشاكل اللي بتيجي لازم اقول. انا عارفه ان انتوا زي الفل، والله ما بارك عليكم وفيكم، وربنا يبارك في كل الكلوبات اللي مفتوحه. هي كلوبات يعني ايه بالمصري؟ ف لا خليها اسم في مصر، خليها اسم كده. المهم فانا عايزاه اكتب، ما جيش. نعم. انا عايزاك وكمان على موضوع، ما بتناقش في موضوع على جروب عام، ما تاخدش البنت على الخاص. ما يجيش واحد يكلم واحده من الناس ويبقى ده سمتكم، والناس عارفه ان ده سمتكم، من فضلكم الناس عارفه ان ده سمتك وانت بتعمل، وفيه مفيش اختلاط، مفيش بحب، مفيش قلب، واعمل قلب كده على بالرساله من الرسائل، مفيش الكلام. انت تستحيش من هويتك، ما تستحيش من هويتك، وخلي الهويه هي الامر اللي في الاول وفي الاخر ده عنوانك. مش بس يرزقك الله الخيرين ويفتح لك ابواب وتبقى يعني حاجه، اللهم بارك، هو كده. ادعو الله سبحانه وتعالى يعني لنا ولكم بالخير.